اهلا يا امجد بيه. ازيك يا نوال؟ اهلا يا بيه. حسينه موجوده؟ اه موجوده يا بيه، اتفضل. حسينه ايه ده؟ الله الله، ده اللي جابك هنا؟ هو انا مش قايله لك امبارح ان انا مش طايقه اشوف خليتك؟ البجاحه دي. ما تعالي بقى وخلينا نعرف نتكلم. امجد وطي صوتك، عيب. احترم البيت واصحابه، احترمني انا يا اخي، ده انا زي والدتك. انا اسف يا طنط، ما كانش قصدي ازعق، صوتي عالي بس غصب عني. اهلا وسهلا يا امجد، انا خدتها بس عشان تهدوا شويه وبعد كده اكيد هترجع على البيت. معلش انا دخلت من غير ما اسلم، انا بس مش طايق اللي انا عملته امبارح، كنت جاي اعتذر لها. جاي تصالحني على ايه بالظبط؟ على انك شكيت ان معايا حد، ولا انك طردتني في نص الليل بلبس البيت؟ انا فيهم اللي جاي تصالحني عليه امجد؟ انا لا عايزاك تصالحني ولا عايزه منك حاجه، كل اللي انا عايزاه انك تسيبني في حالي، ممكن؟ في حد يعمل كده؟ ممكن تسيبها تهدى شويه ولما تهدى اجيبكوا هنا وتحلوا كل المشاكل اللي بينكوا. حاضر يا علا، وبديها بس الكارت بتاع البيت لو عايزه تروح تجيب هدوم. انت عارفه انا كده كده مش موجود، وانا اسف على الازعاج اللي عملته. بعد اذنك يا طنط. اتفضل، ربنا يصلح الحال يا ابني، ولو ان حالك لا هيتصلح ولا هيتعدل. عصبي عصبي عصبي، غلبان غلبان والله، فصيح